السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله نستكمل دروسنا لمنهج الصفوف الأولى. اليوم راح ناخذ الحروف باللغة الإنجليزية. طيب، عندي باللغة الإنجليزية كم حرف؟ 26 حرف، أسميهم alphabet. alphabet يعني الأبجدية الإنجليزية، alphabet chant. يلا كرروا وراي الأحرف: A P C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. طيب مرة ثانية نكررهن: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. طيب في التمرين الثاني مطلوب انك تلونين الاحرف، لونهم الاحرف بالوان مختلفة. Color the letters، لونهم الحروف. طيب ننتقل للصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها fun time، make a name card. make a name card يعني مطلوب منك انك تسوين كارت وتكتبين فيه اسمك. طبعا اطلبوا من اولياء اموركم انه يعلموكم كيف تكتبون اسماءكم باللغة الانجليزية. write your name، draw some pictures and show your card. مطلوب منك انك تجيبين ورقة او كرتونة او حتى لو هنا، طيب تكتبين اسمك بهذا الفراغ وكمان ترسمين حواليه شوية رسمات زي ما تحبين. طيب زي هذا الكرت اللي سواه سفروت، شوفوا كيف كتب اسمه في الوسط ورسم حواليه اسمه رسمات. طيب نهاية الدرس المفروض تكونين حققتي هذه الهدفين. I can، أنا أستطيع. chant the alphabet chant، تقدرين تنشدين الأحرف وتقولينهن حرف حرف وتعرفين أسمائهن. المطلوب الثاني منك make my name card، مطلوب منك كمان انك تعرفين تكتبين اسمك باللغة الإنجليزية. طيب advice time، وقت النصيحة. help your friends، help your friends يعني ساعدي أصدقائك. اوكي، هذه نصيحة اليوم. طيب حققوا من الهدفين هذه ورجعوا من الفيديو من البداية عشان تسمعون نطق الأحرف وعيدوه وتأكدوا أنكم عارفين الأحرف أسماء الأحرف حرف حرف باللغة الإنجليزية. شاركوا هذا الفيديو مع زملائكم وكمان اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الإشعارات. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.